بحيرات أو بعد كده ابتديت اتعرف على تعريف الووتر كواليتي، وابتدينا نعرف الووتر كواليتي بارامترز من اول الهيدرولوجيكال لحد البايوكيميكال كل الانواع. دلوقتي لو انا عايزه اعرف هل الكواليتي في مثلا مشروع معين وعايزة أعتمد على المية بتاعته، ولتكن بحيرة مثلا في الاستزراع السمكي، عايزة أشوف مدى جودتها للاستزراع السمكي، أعمل إيه؟ وفي كلام على إن هي ملوثة، كلام كبير على إن هي ملوثة، السمك اللي جاي منها السمك ملوث ومضر بالإنسان وما ينفعش يتاكل وحاجات زي كده، على سبيل المثال الخاص يعني. اعمل ايه بقى علشان اتاكد ان الكلام ده حقيقي ولا اشاعات مغرضه؟ اعمل ايه؟ اعمل حاجه اسمها شبكه راست، اصمم برنامج للراست في المنطقه المنطقه الدراسه او المنطقه اللي المحل الاهتمام يعني. يعني ايه اصمم شبكة رصد او برنامج للرصد؟ يعني احدد اماكن اكل منها عينات لبرامترز معينة، انا هحددها وهحدد اماكنها وهحدد عدد مرات اخد العينات دي من نفس المكان ده. باختصار المحاضرة بتاعت النهاردة اللي هي المونيتورنج نتورك، شبكه الرصد لجوده المياه. زي الرسمه اللي قدامنا البسيطه دي، بيبقى انا بحدد اماكن بنسميها الستيشنز اللي هي محطات الرصد، هي بتبقى موقع يعني بس بتتقال عليها ستيشن. ده الرصد المكاني، والرصد الزماني اللي انا بقول عند كل محطه انا هقيسها كم مره، مره واحده، مرتين، اربعه. يبقى أنا لما بعمل الكلام ده على فترة معينة في منطقة معينة بنسميه عملت تصميم لبرنامج راست، بنسميه Water Quality Monitoring Network، برنامج أو شبكة الراست لجودة المياه. الحاجات دي ممكن تكون وقتية لمشكلة معينة زي مشكلة نفوق الأسماك مثلا في عند فرع رشيد عند كفر زياد، ممكن تكون قومية زي مثلا محطات الرصد النهر النيل مثلا على طول مجرى طول السنة بواسطة وزارة الري مثلا. يعني ممكن يكون مستديم على طول أنا باخد قراءات، ممكن يكون لغرض معين يعني دراسة ظاهرة معينة، أو لغرض بحثي إن في حد عايز يعمل بحث أو ماجستير أو دكتوراه في نقطة معينة تخص جلبة المياه، فهيعمل الرصد بتاعه للفترة بتاعت الدراسة مش أكتر يعني، سواء دراسة المشكلة، دراسة البحث. ده نوع بنقول عليه مؤقت، يعني برنامج محدد بفترة، وفي برنامج سنوي وفي برنامج شهري وفي برنامج يومي بيبقى تبقى الدولة هي اللي بتقيسه، بتبقى عندها محطات للقياس كل يوم بترصد أو كل شهر وات ايفر. أنا عندي الشبكات الرصد ممكن تكون قومية وممكن تكون فردية أو تبع معهد الأبحاث أو تبع أي جهة، وممكن تكون طول السنة أو فترة معينة حسب المشكلة اللي عايزة أرصدها. ليه أنا بعمل Water Quality Network؟ ليه أنا ده نفس ليه أنا برصد جودة المياه؟ أنا هستفيد إيه بعد ما أرصدها؟ وأخد العينات أو أخد عينات من أماكن مختلفة وفي أزمنة مختلفة، أستفيد إيه؟ إيه الفايدة اللي هتعود عليا لما أعمل كده؟ حد يقول لي؟ يا شباب، نقلل نسبة الخطأ يا دكتور في لما باخد من كذا مكان وفي كذا زمن. ماشي، أخذت
بعد ما خدت الكلام ده هعمل هستفيد بايه؟ خلاص انا حددت الاماكن وحددت وده اللي هو البرنامج، برنامج الرصد يعني، هستفيد ايه بعد كده بعد ما اعمل الرصد ده؟ ممكن اعمل خريطه يا دكتور لجوده الميه في المنطقه. نعم؟ ممكن اعمل زي خريطه لجوده الميه في المنطقه. ده احد الاهداف على ان انا ابقى عندي خريطه لجوده المياه. في الجزء ده ملوث والجزء ده مش ملوث. يبقى من اهم الاسباب لو في ظاهره معينه او مشكله معينه، الرصد ده هيعرفني ايه اسباب المشكله او محلها وابتدي ادور على حل. كمان هيديني فكره عن اهم الملوثات اللي موجوده، لان انا بعد ما اعمل الرصد هحلله وهعمل له تحليل، فهقدر اعرف ايه الاسباب اللي مؤلفه السبب التلوث ده. لو هي مش ملوثة ومجرد إشاعة هقول لا، ده مفيش ملوثات والمية كويسة ودي مجرد إشاعات أو وهم يعني. فأنا ليه بعمل رصد؟ علشان أتعرف على جودة المية من الطبيعة، باخد عينات من الطبيعة أحللها وأطلع النتيجة. يبقى أنا دلوقتي بتعرف على طبيعة جودة المياه من الواقع مش من مش استنتاج. يعني احنا عارفين مثلا ان المنتجات الزراعية مخلفات المبيدات والاسمدة بتزود نسبة النيتروجين جدا، فممكن وانا قاعدة كده بشرب الشاي وبتفرج على الخبر اكيد طبعا الاسمدة والمبيدات هي السبب في المشكلة دي من غير اي رصد ولا اي تحليل ولا اي نتائج. يعني بجتهد كده، الكلام ده ما ينفعش يعتمد عليه ولا يتخذ بيه قرار مهما كنت خبيره، الا اذا خدت عينات وتاكدت فعلا انه الاسماء الموجوده هي السبب اصلا في الصحيح. فعشان مثلا متخذ القرار ياخد قرار سليم يبقى لازم اطلع النتائج وبناء عليها نتائج حقيقيه من الموقع، وبعد كده اقدمها بقى لمتخذ القرار عشان ياخد القرار السليم. ده استكمالا لنفس الكلام الاهداف. من ضمن الحاجات المهمه دلوقتي اللي قايمه عندنا ان انا يبقى عندي دايما شبكه من المعلومات تخص مثلا المصادر المائيه بتاعتي، يبقى انا دايما عندي داتا موجوده وبحدثها كل شويه حتى لو مفيش مشكله، يبقى دايما عندي داتا عشان لو احتجتها في اي وقت تبقى موجوده بس. وده اتجاه حديث ان انا دايما اعمل رصد للميه على طول مع التلوث الكتير اللي موجود. المفروض يبقى عندي داتا محدثه على طول لجميع مصادر الميه. طب وزاره الري المسؤوله عن نهر النيل وفروعه وترع ومصاره البحيرات، للاسف تتبع وزارة الزراعة، تتبع هيئة الثروة السمكية، ما تتبعش الرعي. الشواطئ بتتبع جهاز شؤون البيئة. يعني فاحنا عندنا المياه دمها مهدر متفرقة بين القبائل، يعني كل جزء من المية له حد مسؤول عنه بياخد القياسات ومسؤول عنه ياخد القرار كمان. يعني دي مشكلة المية في مصر بصفة عامة، ان هي مش كلها المسطحات المائيه عندنا مش تحت مسؤوليه جهه واحده، لا بتتعدد المسؤوليات وبالتالي بتوه المسؤوليه الحقيقيه. لما في تعدد المسؤوليات بتوه المسؤوليه الحقيقيه لما يكون في مشكله. دي فكره عن الووتر كواليتي بروبلمز برضو، ان مش ما فيش فيها البروسيس اللي انا كنت بعمل بقول عليه. انا بعد ما اعمل المونيتورنج بروجرام خلاص هعمل ايه؟ فده رسمه مبسطه اتمنى ان كلنا نفهمها كويس، ازاي عمليه المونيتورنج بتبتدي وتنتهي. زي ما قلنا يا اما بتبقى في ناشونال ووتر بوليسي يا اما في ريسيرش ووتر كواليتي objective أو goal. يعني يا إما أنا بتكلم على سياسات لجودة المياه على المستوى القومي
او بتكلم على اهداف معينه. الووتر بوليسي ممكن تكون اهداف بحثيه او اهداف لحل مشكله معينه. دي الناشونال ووتر اللي هو بتبتدي من هنا، محتاج معلومات. بعد المعلومات زي مثلا في السحابه السوداء دي الظاهره، بس دي مش في المايه، زي نفوق الاسماك، زي ظهور بقعه من بتروليه في مكان ما، زي ان تانك اتقلب مثلا في بترول في المجرى الرئيسي زي نهر النيل. كل الكلام ده لازم يبقى عندي معلومات الاول اللي هتستفزني ان انا ابتدي اشوف المشكله دي جاي. بعد بناء على المعلومات دي هبتدي اصمم البرنامج بتاع الرصد. عملت البرنامج بتاع الرصد بقى عندي شبكة الرصد، ومقصود بها الشبكة اللي هي القياسات المكانية والزمانية، يعني الأماكن اللي اسمها ومعدل تكرار القياس عند كل نقطة. دي هنشرحها كمان سلايد. بعد كده ببتدي أخد عينات واختبرها. العينات اللي بتطلع دي، الناتجة اللي بتطلع دي بتعامل معاها ودي لها محاضرة لوحدها، وبعد كده بعمل لها أناليسز ودي لها محاضرة لوحدها، وبعد كده بعمل بيها تقرير فني ودي لها محاضره لوحدها، والسامبل كولكشن تيستنج زي ما العينات دي لها محاضره لوحدها. فبالتالي احنا في المرحله دي مونتاج البروجرام والنتورك ديزاين، دول احنا بنتكلم فيهم المحاضره دي والمحاضره الجايه. بعد كده هنبتدي ازاي ناخد العينات لها طبعا سيستم، وبعد ما طلعت النتائج النتائج العينات دي ازاي اتعامل مع النتائج. كلمة اتعامل مع النتائج دي معناها نتائج في الموقع، نتيجة نسيت اخدها مش موجودة وانا قاعد على المكتب بقى بفرغ النتائج دي عشان اعملها انالسيس لقيت نتيجة مش موجودة. نفترض ان في نتيجة اتكتبت غلط مش متناسبة خالص مع بقية النتائج، دي بنسميها الداتا هاندلنج. ازاي استنتج النتائج الناقصة، ازاي ابتدي امثل النتائج دي او اعملها جروبس اقسمها لمجموعات، بعد كده ازاي اعمل لها تحليل، اعمل لها اناليسز. اعمل التحليل ده بيبقى على شكل جداول، على شكل مؤشرات، على شكل رسومات، ده هنتكلم فيه باستفاضه. وبعد كده ازاي بقى اعمل تقرير فني، اقول والله الدراسه اللي احنا عملناها دي بعد الرصد والتحليل والاختبار وكل الحدوته دي، ايه المايه دي تنفع لمياه الشرب؟ لا ما تصلحش، تنفع للري بس، تنفع للخلط، وهكذا. يعني دي القصه بتاعه الكورس بتاعنا، من اول انا ليه بعمل رصد لحد ما اكتب تقرير عن المنطقه اللي انا، سواء المنطقه دي تبقى كل مثلا نهر النيل بحاله، البحيرات كلها، بحيره واحده، شاطئ واحد، وات ايفر ايه الجزء اللي انا هعمل عنه. المهم ان الدوره بتاعت الرصد والتحليل وكتابه التقرير الفني دي المراحل بتاعتها، ايا كان الموضوع على المستوى القومي او المستوى الفردي او المستوى المؤسسي زي جامعه او معهد بحثي، او على مستوى أو على مستوى فترة مؤقتة أو على مستوى سنوي أو دوري لكل ربع سنة. كل الكلام ده بيتحدد في البرنامج الرصد بتاعي. زي ما قلنا الأول إنه لازم أكون عارفة الووتر بادجي بتاعي، لأن زي ما اتفقنا إن كل ووتر بادجي بيبقى له خصائص هيدرولوجية وهيدروليكية المفروض أكون عارفها، ولانه التلوث من ووتر بادجي لووتر بادجي بيختلف، فلازم اكون محدده الووتر بادجي بتاعي والبيانات بتاعته. يعني لو في البحر يبقى سرعه الامواج، لو في بحيره يبقى اكبر عمق والعمق المتوسط واصغر عمق، لو في نهر يبقى متوسط سرعه والتصرف والقطاع وبعض القطاعات، او العمق والعرض السطح القطاعات مختلفه مثلا. بعد كده بيبقى عندي بيانات جغرافيه، وبتبقى فيها الدوله، نظام نظام النهر بتاعي اللي احنا قلنا عليه، منابع النهر، المنطقه الوسطى، مصب النهر. طبعا ده بيتمثل بطريقه جغرافيه منين لفين. في نهر النيل مثلا بتجي من حد من البحيرات،
الاستوائيه لحد البحر المتوسط دي ده السيستم ده بيمر بكذا دوله، فانا ببقى عارفه كذا مناخ من المناخ الاستوائي لمناخ البحر المتوسط، فالعوامل الجغرافيه لازم تكون موجوده بالنسبه لي، ان هعمل في انهي دوله ولا في انهي محافظه جوه الدوله وفي انهي قاره، كل الكلام ده. المشاريع الدوليه طبعا بتتعمل في القارات، مشروع زي مشروع نهر النيل في برامج كتير جدا كل الدول فيها بتشترك فيها، فالمعلومات الجغرافيه مهمه جدا للمسطح المائي اللي انا هشتغل عليه. ده البروسيس اللي كانت موجودة في الرسم موجودة تاني في بصورة خطوات، اللي هي الرسمة اللي قلتلكوا دي الحدوتة بتاعتنا كلنا اللي كانت شكلها، اللي هي البروسيس بتاعها هو نفسه اللي كان موجود في الرسم موجود تاني بشكل خطوات. أحد أمثلة للووتر كواليتي programs اليو اس جي اس ده احد مراكز الابحاث الكبرى في الولايات المتحده الامريكيه، جيولوجيكال اندرجراوند ووتر سيرفي. احنا خدتكم في المحاضره اللي فاتت بالنسبه للستاندرد، ولو شفنا هنا سبتمبر 2012 نوفمبر هنا يناير 2013 مارس 2013 هنلاقي انه دي التغير الزماني، كل شهرين باخد نتائج، كل شهرين ده على سبيل المثال ده رصد زماني كل شهرين باخد العينات. او هنمشي بقى اول واحده 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 ازاي نعمل نفصل البوكس الصغير ده اللي احنا كنا شايفينه في الرسمه نفسره بالكلام. ازاي اعمل ديزاين للمونيتورنج بروجرام؟ اول حاجه اخطط، الاول اخطط يعني احدد المنطقه بالظبط ولتكن بحيره او جزء من بحيره جزء من نهر، بعد كده احدد الاماكن اللي جوه المنطقه اللي قلت عليها اماكن الرصد اللي هي بسميها الستيشنز. بعد كده ببتدي اعمل دراسات تجريبيه في الاول، مش بدخل اعمل دراسه على طول، يعني بنقول عليها دراسات استكشافيه، اخد عينات لمعظم يعني طبعا زي ما قلت بقرر ان عمليه الرصد والموتور كواليتي دي عمليه مكلفه جدا، ان انا انزل الفيلد واخد عينات واحللها دي عمليه مكلفه جدا، عشان اعمل كنترول على التكلفه وفي نفس الوقت اعمل دراسه جيده بعمل عملية دراسة استكشافية، باخد عينات في الأول لبرامجرز كتير مرة واحدة وأشوف قيمة كل يعني الوضع بتاع قيمة كل بارامتر من دول، ومش هو عشان ده يساعدني وأنا بحط البرنامج، والله لو في حاجة يعني نسبتها عالية جدا يبقى دي لازم أقيسها كتير وأشوف مصادرها، لو في حاجة موجودة قليلة زي التريسز في رصاص زنك حاجة قليلة ومش مؤثرة هاخدها مرة واحدة عشان اعرف بس هي موجودة ولا مش موجودة. في مواد مشعة ممكن في الاستكشاف دي اعرف هي موجودة ولا مش موجودة، ده بيساعدني ان انا بستكشف ايه العناصر المؤثرة في المنطقة بتاعتي، بعرف كده ده بينور، لا الامونيا هنا عالية جدا، لا الفوسفور عالي، لا السي اي او دي اللي هو الكيميكال اكسجين ديمون قليل جدا او كتير جدا، كل ده في الاستكشاف. ده بيساعدني بعد كده ان انا احدد بقى اماكن الرصد المظبوطه وعدد مرات الرصد، ممكن استبعد بقى حاجات، ممكن اضيف حاجات ما كنتش عامل حسابي عليها، زي ما اقول بستكشف المنطقه بعمل رصد استكشافي اللي بناء عليه احط الرصد الفعلي بعد كده. بعد كده بعمل ريبورتنج او دوكيومنتيشن بوثق الكلام ده، دايما الشغل بتاعي لازم يكون موثق. نزلت الموقع معايا داتا شيت بسجل فيها، دخلت المعمل عملت اختبارات معايا داتا معايا شيت حاطه فيه نتائج الاختبارات. هعمل تحليل معايا نتائج التحليل، كل الكلام ده يبقى موثق
علشان المعلومة تبقى دقيقة ميبقاش فيها مجال للتذكر للاجتهاد. لا هو ده اللي حصل، دي النتيجة اللي خدتها، ادي الشيت اهي، دي نسيت اخدها، طيب اعمل حسابي يعني ملهاش قيمة، مفرضهاش قيمة، احسن لها بشوية حسابات كده اللي هي اسمها الداتا هاندلنج علشان اقدر استنتج القيمة بتاعتها. لو الموضوع كبير قوي ممكن ارجع اخد الاقتصاد بتاعتها مرة تانية. لو انا باخد الاقتصاد بتاعتها كذا مرة وواحدة طلعت غلط بقدر استنتجها بطريقة رياضية. بعد ما عملت الاستكشاف وبعد ما قعدت مع نفسي على المكتب كده وقدامي الخريطة بتاعت المنطقة، عايزة أحدد أماكن بقى الستيشنز اللي هي أخد منها العلم. فبقسم الفاريبلز بتاعتي الوتر كواليتي زي ما احنا قلنا، أنا عندي 5 تقسيمات: هيدرولوجيكال، ميترو كلايماتيك أو مناخية، هيدروليتية، دول الاتنين خاصين ب طبيعة المية والمنطقة. بعد كده في عندي فيزيكال، من خصائص طبيعية، وفي خصائص كيميائية، وفي خصائص بيولوجية. فأنا عندي 5 أنواع أو جروبس من الفاريبلز، يا إما هيدروليتية، يا إما مناخية، يا إما فيزيائية طبيعية فيزيائية يعني، يا إما كيميائية، يا إما بيولوجية. فانا هعمل الجروبس بتاعتي، وكل جوه كل جروب هكتب ايه اللي انا البارامتر بالظبط، هنا دبس، هنا ويدز، هنا درجه الحراره، هنا الدي او، هنا الكوليفورم، وهكذا يعني. هحدد بعد كده بختار المتغيرات زي ما قلت. وبعد دلوقتي عندي المجموعات معروفه، هختار المتغيرات اللي انا عايز اعملها في كل مجموعه. وبعد كده هبتدي بالهيدرولوجيكال فاريبل زي ما قلنا. لو عندي نهر هاخد السرعه، هاخد التصرف، هاخد الباسيمتري اللي هو قطاع النهر او عرض المجرى والعمق المتوسط عند قطاعات. دي منطقة عايزة أحدد فيها السيرفس ووتر كواليتي. في منطقة زي المنطقة كلها زي الجزيرة، وفي جزء معين بس هو اللي بحدده الأول على الخريطة وأنا على المكتب. نفترض إن النقطة دي فيها مشكلة، نفترض النقطة دي هيكون فيها مشروع جديد بيستلزم إن أنا أعرف المية طبيعتها إيه قبل ما أوافق على المشروع. نفترض إن في ظاهرة حصلت في المنطقة دي وفي شكوى مستمرة منها ومش عارفين سببها، لازم أحدد كويس الحدود دي. الحدود دي غالبا بتكون حدود يا إما إدارية محافظة معينة، يا إما حدود خاصة بالمجاري المائية، هنا مصرف، هنا نهر، هنا بحيرة، يا إما حدود طبيعية زي هنا خط سكة حديد، هنا طريق سريع هاي واي. المهم إن أنا بحدد المنطقة دي، دي اسمها منطقة الدراسة ستادي أريا أو الأريا أوف ستادي، اللي جوه الخط الأحمر دي اسمها منطقة الدراسة أنا اللي بحددها. وبعد موافقات كتير وبعد ما أتأكد إن هو هي الدراسات اللي انا عايز اعملها مش هتخرج عن قطاع، مش هتروح هنا. هي جزء ده بس، الجزء ده فيه شاطئ اهو، فيه جزء مش شاطئ وفيه جزء من اليابس. يعني انا عندي فيه جزء خاص بالمياه الشاطئيه وفيه جزء داخل اليابس اللي هي ممكن تشمل المياه الجوفيه والمياه السطحيه بكل انواع. يبقى اول حاجه بحدد الاستادي اريا اللي هي منطقه الدراسه بتاعتي. بعد كده بختار التكنيك اللي انا هعمل بيه. طبعا عندي التكنيك بتاع الفيلد مونيتورنج، ان انا اقيس في الموقع مباشره، اخد عينه وبعد اقيسها في المعمل، اخد سنسور او اكون موجوده في منطقه معينه. يعني مثلا لو انا في نهر اقعد على الشط كده واودي احط السنسور بتاعي في العمق الاولاني اللي ما ينزلش عن ربع متر وابقى انا قست، لا. لو نفس الكلام لو في بحيره
المكان المناسب لاخذ عمليه الرصد اللي هو لاخذ الرصد، المكان العمق المناسب، هعمل من على السطح ولا انزل جوه الميه بمسافه معينه؟ الكلام ده مطلوب. طب لو هاخد عينه اعملها في المعمل، اي حاجه اجيب برطمان كده من عندي من البيت بحط فيه شويه عينه من الميه، ولا كمان في طريقه تعقيم الكلام ده والعينات حسب كل بارامتر، ده بيحتاج ربع لتر، ده بيحتاج نص لتر، ده بيحتاج اتنين، واتيفر كل بارامتر معين له كميه محتاجه اعمل عليها دراسه. كل دي اسمها التكنيك بتاعي. يبقى اول حاجه انا بحدد الطريقه اللي انا هشتغل بيها. يعني هقول لو انا عندي نهر، انا هاجي في منتصف النهر ويعني على محور النهر في المنطقه بتاعتي مثلا، وهاجي تحت سطح المياه بنص متر انزل اخد العينه بتاعتي. انا حددت بالظبط انا ده فين، يعني هو الموقع الجي بي اس معروف له اكس وواي، بس انا هاخد العينه ازاي؟ هنزل تحت سطح المياه عند محور النهر المائي لو كان نهر مثلا، او لو بحيره في اكبر عمق فيها مثلا، او اخد اعماق متوسطه احدد الجي بي اس بتاعتها، الاحداثيات بتاعتها من على جوجل ايرث باي طريقه، كل ده انا لسه قاعده على المكتب، وهنزل اخد العينه قد ايه. طبعا لو الجراوند ووتر بتشتغل بالابار، بس احنا مش هنتكلم فيها في الكورس بتاعنا، بناخد من العينات من ابار مش بطريقه سطحيه، بس ده خارج النطاق بتاع الكورس بتاعنا. بعد ما حددت الاماكن اللي بسميها محطات او ستيشنز، نفترض عندي 10 محطات في بحيره مثلا، طب ماشي حددنا العشر بحيرات، العشر محطات اللي بتغطي مسطح البحيره، طب هحطهم فين؟ انا هدي مثال بعد كده. نفترض عندي مصرف بيصب على البحيره، لازم اخد، نفترض البحيره ليها بوغاز على البحر لازم احط عندها، كل ما يحصل تغير معين احط فيه ستيشن، وبعد كده اوزع الاستيشن بطريقه تغطي المسطح كله، يعني تجيب لي داتا على المسطح كله. تمام، خلصنا دلوقتي على المستوى البلان اماكن المحطات، وكل واحده هرقمها 1 2 3 4 حسب عددها، وعارفه الاحداثيات بتاعت كل واحده من على جوجل ايرث. انا لسه كمان ما نزلتش الموقع نفذت، انا لسه قاعده على المكتب بختار. ماشي، طب انا هاخد كل عينه مره واحده؟ يعني هطلع اعمل العمليه دي مره واحده وخلاص؟ لا، ده انا لازم احدد الفريكوانسي اللي هي تكراريه اخذ العينه، وزي ما قلت حسب اهميه البارامتر او المتغير بتاعي، في حاجات هاخدها متكرره وفي حاجات هعرف من الفريكوانسي الاولانيه الاستكشافيه دي هي موجوده ولا مش موجوده ومش هكررها. فزي ما احنا قلنا في المحاضره اللي قبل دي، في مجموعه من العناصر دايما لازم اخدها زي البي اتش والتمبريتشر والعقاره والاملاح، كل ده المفروض ان انا هاخده، فده بيبقى متكرر. طب متكرر بقد ايه؟ في المجال المائيه اللي هي زي البحيرات والانهار باخد ربع سنوي، يعني كل ثلاث شهور، على اساس انه مثلا في النهر بيبقى عندي منسوب اعلى الفيضان في وقت معين، ومنسوب اقل الفيضان في وقت معين، وفي مناسيب متوسطه في الربيع، موسم الربيع وموسم الخريف، ده بتتغير درجه الحراره وبتتغير منسوب المياه وبتتغير ارتفاع المنسوب والتصرف، فكل يعني بعمل اربع مرات تغطي التغيرات اللي هتحصل على مدار السنه سواء هيدرولوجيه او ووتر كواليتي في الجو. نفس الكلام في البحيرات، باخد اربع مرات في السنه، في شهر في الصيف الحرارة كبيرة بتأثر جدا على البحيرات، فأنا باخد فترة أعلى حرارة وأقل حرارة ومرتين في الربيع الخريف للحرارة المتوسطة. لو في تصرفات زي المصارف بتصرف، الكلام ده كمان بيتغير على طول السنة، يعني في فترة الصرف فيها عالي، لو أنا عندي مثلا بزرع رز بتبقى المية بتاعت صرف الرز كتيرة جدا، والرز موسم صيفي يبقى فترة الصيف هلاقي تصرفات كبيرة جدا محملة بمنتجات الأمونيا، منتجات النيترات والفوسفور نتيجة الأسمدة والمبيدات مثلا، ده فترة الصيف. فترة الشتاء بزرع برسيم، برسيم بياخد مية أقل، فأنا هتوقع إنه أو هرصد التصرفات اللي بتصب في المجرى المائي بتاعي كمان، لأن محل الدراسة
تمام بتتغير على مدار السنة، فده لازم أخده في الاعتبار. وكل حاجة بيحصل عند التغير من دول لازم يبقى عندي فيها محطة، والمحطة دي هاخد منها 4 مرات في السنة. لازم أحدد التوقيت بتاعي باليوم والساعة والشهر والسنة. يعني أنا هروح يوم، إحنا في شهر دلوقتي مايو، يوم 15 مايو 2021 الساعة 12 ظهرا أخد العينات. فأنا لازم أبقى محددة، يعني أنا بقول هاخد 4 مرات في السنة، طب اللي بتاعت الصيف دي مثلا هاخدها امتى؟ اي وقت انزل؟ لا، علشان اضمن ان انا مثلا كل 3 شهور بالظبط، فانا هحدد ايام بعينها تحقق لي ال3 شهور، والفرق ال3 شهور ده تبقى معايا من اول السنه. يعني انا هاخد العينات يوم كذا وكذا وكذا 4 مرات في السنه كلها بالتاريخ بالشهر. ده مهم جدا. خلاص عملت، بفكر بقى ازاي اعمل انا الداتا هاندلنج، ان انا افرغ بقى النتائج بتاعت الاختبارات دي وابتدي اتعامل معاها واحللها، وابتدي لو في نتائج مش مظبوطه استبعدها، في نتائج ناقصه استنتجها، وبعد كده بوصل لمرحله الريبورتنج ان انا اعمل تقرير بالكلام ده كله، على اساس لو انا مكلفه من الاول اعمل الدراسه من جهه معينه في مشكله معينه، فانا هعمل لهم تقرير، وفي الاخر هعمل لهم ريكومنديشن المايه دي تصلح لكذا مثلا اللي انتوا عايزين تعملوه، او لا تصلح، او تصلح بعد بعض المعالجات والاضافات مثلا، او وهكذا. يعني ما تصلحش بحالتها الحاليه، لكن ممكن لو عملنا لها كذا وكذا ممكن تصلح. ده اللي بنسميه التكنيكال ريورد، وده اللي بيترفع عليه اللي مكلفني بعمل الدراسه او لمتخذ القرار بصفه عامه عشان يبتدي ياخد قرار بناء على النتائج بتاعت الدراسه. ده مثال اهو، البارامتر ديزولفد اكسجين، امونيوم، نترات، نيترايت، نيتريت، فوسفات، كربيتات، فوسفات، لا دي فوسفات برضه، بالتاريخ سنه 87 يوم 12 مايو، سنه 90 يوم 21 اكتوبر. النتائج 4 مرات على مدار السنة. لا سوري، الستيشنز، ستيشن 5 و6 و7، 3 ستيشن بالتواريخ دي تدي النتائج بتاعتها. هنلاحظ مثلا ان الستيشن 5 الديزولفد اكسجين ما اترصدش، الاكسجين مازال ما اترصدش هنا لظروف ما، وما اترصدش هنا. النيترات النيترايت ما اترصدتش هنا. لما بلاقي حاجه زي دي طبعا انا ببقى معايا الشيت ده في الفيلد وانا برصد، وبرجع بقى بيه المكتب الاقي ده مش موجود، ده مش موجود، ممكن لصعوبه اللي حصل هنا الدنيا مطرت اتقلبت بالمركب اللي انا واخدها علشان اخد القياسات، تعبت فجاه، وات ايفر ايه السبب. المهم ان انا ما تمكنتش ان انا اخد قياسات معينه. دي اللي بنسميها الداتا هاندلنج، ازاي اتعامل بقى مع الكلام اللي ناقص ده واستنتجه بوجود البيانات. على فكره النتائج دي لمزرعه جمبري، مزرعه جمبري طبعا الجي او ده بيبقى اهم حاجه عندي بالنسبه للسمك، وهنشوف علاقته والاسماك بصفه عامه، عشان كده واخد كمية كبيرة من الفاسات. دي مزرعة سمكية لسمك وجمبري. دي نفس الكلام، ده شكل الداتا شيت وهناخده على آخر المحاضرة. ده البارامتر بتاعي أهو. المصدر بتاعه أنا يا إما عندي بحيرة، يا إما مياه انتقالية استري مثلا، يا إما وده كوستل. ممكن انا اكون برصد زي القطعه اللي احنا خدناها المثال اللي عملتها الاستادي اريا، كان عندي اكثر من مصدر للميه، ادي بحيره وادي منطقه ترانزيشنال وادي كوستال، فانا باخد اول متغير وليكن دي بيانات عن المنطقه بيولوجيكال، ده بيولوجيكال بس
والعلامه دي معناها ان انا عملت طلعت النتائج او رصدت النتائج. العلامه الحمراء لسه ما عملتش النتائج، ما عملتش. العلامه الاصفر معناها ان انا لسه شغاله في العينات، يعني ده تقسيم الداتا شيت، ده خلص او ده ما تمكنتش منه او لسه جاري العمل بتاعه. انا كمان بقسم، انا محتاجه له ولا مش محتاجه له. افترض ان انا عندي كل العناصر دي مش بارامترز، دي مواصفات معينه. مثلا في البيولوجيكال بتبقى الاسماء تخص الاسماك. مثلا انا ببقى عايزه اقول ايه، انا عندي عناصر كتير جدا، بيانات البحر مهمه لكن الترانزيشنال مش مهمه، او الاثنين دول مهمين بس الليك مش مهمه، كوستال ليك مثلا فاتحه عليهم في المنطقه. فانا بقعد احدد انا محتاجه الدراسه دي ولا لا، اصلا محتاجه، اللي مش محتاجه له بستبعده، اللي محتاجه له بيدخل معايا في الاداء. طب انا محتاجه له بس مش عارفه اعمل له مونيتورنج، وهكذا بقى. كل ده وانا لسه قاعده بصمم في البرنامج، قاعده على المكتب بقول بعد الدراسه الاستكشافيه عملت الاستادي اريا ولقيت فيه اكتر من مصدر الميه، مش مصدر واحد بس نهر، لا ده نهر وبحيره وشط في منطقه واحده. طب انا هاخد جيب كل دول، هحتاج من ده كذا ومش محتاجه نفس الكذا ده في الاثنين التانيين. لازم اقعد على المكتب واحدد، لان احنا زي ما قلنا برضو كل ده بالنسبه لي تكلفه، فانا لازم احاول اخد الحاجات اللي هي فعلا هتاثر معايا باقل تكلفه ممكن. ده الداتا شيت اللي سيادتك بتاخده في الموقع، يعني ده انا اللي عاملاه، مش جاهز عشان اعرفك. انت دلوقتي خلاص قعدت وحددت البرنامج بتاعك، وفي يوم معين من ايام الرصد انت نازل عشان تطلع النتائج. ما اتكلمناش ازاي هنحدد الستيشن، بس خلينا نقول ان انا دلوقتي في يوم من ايام الرصد انا عايزه ارصد معايا داتا شيت، والرصد ده سيلف سوبر مش جراوند، ولا جراوند مع سيلف. الداتا شيت بقى فين المكان؟ كفر الزيات مثلا. الستيشن اللي انا عاملها في البروجرام بتاعي رقم كام الستيشن؟ طبعا انا ما اقدرش اعمل الستيشنز كلها، انا كل ستيشن بعمل لها داتا شيت، لانه على ما اتحرك من ستيشن لستيشن هيبقى عدى وقت. فانا بعمل لكل ستيشن داتا، عندي 10 ستيشن، يبقى بعد ما اخلص خالص يبقى معايا 10 داتا شيت لكل ستيشن. زي
زي ما قلنا الداتا شيت فين الاستيشن في وسط البروجرام بتاعي المنطقه ولتكن استيشن رقم 2 تاريخ كام تاريخ ده المفروض محدد سلفا الساعه كام انا بكتبها في وقتها بن على الجي بي اس بحدد خط الطول وخط العرض للمنطقه الاستيشن ده تويجي المفروض بتبقى معروفه مسبقا وهقول لكم بعد كده لما نيجي ننفذ الكلام ده ازاي بوقع النقطه انا ببقى شغاله في ميه ازاي احدد النقطه بالظبط اللي لها الاحداثيات دي جوه الميه دي مشكله كبيره على فكره هتكلم لما نيجي ناخد تيبيكال اكزامبلز. بالنسبه للفيزيكال بارامترز عندي التمبريتشر الاي سي اللي هي الالكتروكوندكتيفيتي الريحه التوتال ديزولفد سامبلز سوليدز التربيديتي الكالر ودي وحداتهم تمبريتشر بالسنتيجريد تي دي اس بالملي جرام على اللتر التربيديتي واحده اسمها ال تي يو اللي هي ولايات العقاره في وحده الحكم كل ده بمليه البي اتش دي او كل وحده الاملاح ملوحه الان او 2 نايترايت الحديد البايوكيميكال اوكسجين ليمون الديزولفد اوكسجين الكوندكتيفيتي الفوسفور المنجنيز الامونيا والبيولوجيكال بارامتر التوتال الجي والفيكال كاليفورن دي البيانات اللي انا عايزه احددها عايزه ده يعتبر المخرج بتاعي عند الاستيشن الواحده ايه دي البارامترز اللي انا هقيسها وهرصدها كل مره عند كل ستيشن عند كل مره من مرات تكرار الرصد وزي ما قلنا الحاجات دي يا دوبك الحد الادنى مش حاجات كتير يعني 1-10 كيمياء 6 بيولوجي 2 6 فيزيكال و 2 بيولوجي بعض من النتائج دي بتبقى القياسات بتاعتها بالسنسور في الفيلد على طول ببقى معايا واخده معايا الاجهزه القياس ديجيتال بحطها في المايه زي ما قلت عند عمر وبقيس النتائج واكتبها بعض البي اتش التمبريتشر التربيديتي تي دي اس الكالر والاودر انا بقدر انا اكتبهم بالنظر بالحواس بعض الحاجات التانية بحتاج اخد عينات بطريقة معينة لها حجم معين وعبوات معينة عشان اخدها في المعمل ومنظم الكيميكال كده ما عدا البي اتش باخد الكلام ده كله العينات بتاعته بكتب على العينة الستيكر اسمها معايا طبعا ببقى مجهزة العينات من الاول ومعقمة بطريقة معينة ده المظبوط يعني ده الشغل المظبوط وباخد العينة طبعا زي ما قلت ان كل متغير له عينة حجمها بيختلف وبالتالي العبوات بتختلف ببقى جاهزة بشنطة معايا فيها زي الشنطة بتاعت الراجل بتاع التحاليل اللي بيعمل لك التحاليل دي بيفتحها كده ويطلع منها الفوارغ اللي بياخد فيها العينات دي بتبقى حاجه زي كده بس طبعا بسكيل كبير شنطه كبيره زي الايس بوكس كده وبيبقى برده فيها العبوات كل عبوه عليها اسمها طبعا محدد فيها الحجم باخدها وبنقلها بعد كده للمعمل وطبعا هنقول بعد كده في الاحتياطات ان هي لازم تتنقل في نفس اليوم ولازم تتحط في الثلاجه تتحفظ علشان تبقى لما اجي احللها طلع لو مش حللها بساعتها يبقى لها نفس الخصائص زي ما اكون قايسها في الميه ما تتغيرش الخصائص بتاعتها نفس الكلام في البيولوجي لازم باخد العين فده بنسميه الداتا شيت الداتا شيت ده لكل ستيشن ولكل مره بكرر فيها يعني مثلا ستيشن 4 دي هيبقى عندي لها لو انا بدرس على سنه يبقى ستيشن 4 عليها 4 داتا شيت عند الاربع تواريخ اللي انا حددتها هكرر مثلا يعني ده مثال دي نتيجة بعض النتائج لرينج السامبلز اللي طلعت يعني انا طبعا
ممكن ما يطلعش رقم معين، ممكن يطلع رينج. يعني الاكسجين ديزولفد مثلا، ديزولفد اكسجين مطلع القيم من كذا لكذا. نفترض دول مثلا اربع ستيشنز او اربع انهار او اربع بحيرات. هنعرف بعد كده ان الدي او لما يبقى بستة واعلى يبقى صحي للكائنات الحيه. لو قل عن ستة هيبقى يبتدي يتعرض الاحياء المائيه الطحالب والاسماك لمشكله. فبالتالي لما الاقي في ليميت اعلى وفي ليميت اقل ابقى واخد بالي في الاعتبار، يعني انه في مشكله ممكن تحصل لو الاكسجين قل كمان عن كده. البي اتش من 7.4 ل 8 ما فيش مشكله، انا اصلا هو 7 من 7 ل 8 تمشي، وفي بيقولوا من 6.5 ل 8.5 رينج، ده على سبيل المثال بس ما بتطلعش قيمه واحده. هي مثلا الكودز بتقول اقصى حاجه كذا، لكن انا ممكن من العينات الكتير يطلع عندي رينج، بشوف الرينج ده في وزن الليمت المسموح بيه ولا لا. في تيبيكال ريفر، دي النتائج بتاعته، انك بيبقى حاجه حقيقيه، دي الريكورد اللي طلعت، دي الووتر سامبلينج ستيشنز، دي الاماكن، والماكسيمم والمينيمم ومين، ماكسيمم ومينيمم اكبر قيمه كذا في الجي او مثلا، اكبر قيمه كذا، اقل قيمه كذا، المتوسط كذا. دي طريقه من طريقه الرصد، بس ايه بعد ما خلصت، بعد ما رجعت المكتب بقى وعملت السامبلنج بتاعي، ودي النتائج بتاعت السامبلنج. دي تلات مناطق، اعتقد المنطقه دي في الصين، التربيديتي اكبر قيمه، اقل قيمه، المتوسطه، التمبريتشر 17.3 و1 ومتوسط 17 مثلا على سبيل المثال، التوتال فوسفورس 75,000 و32,000 وكل الكلام ده ممكن اخده واطبق في مؤشر اسمه ووتر كواليتي اندكس، واطلع باستخدام كل العناصر دي اطلع القيمة المؤشر الووتر كواليتي قد ايه. انا عندي هنا الماكسيموم 79، المينيموم 83، المتوسط 86. طب الكلاس بتاعته ايه؟ جود. ده يعني ده اللي ممكن اوصل منه لحاجه اكتب فيها تكنيكال ريبورت. حسبت المؤشر وحسبت النوع بتاعه الكلاس بتاعته، وحسبت مدى اللي هو يحتاج له، اذا كان محتاج اهتمام بسيط ولا اهتمام كبير وهكذا. ده تقرير ل ووتر سامبلينج من نهر معين، اعتقد اسمه تيميس ريفر، اعتقد يمكن في الصين ولا حاجه. بس ده بيديك الشكل العام والرينج اللي طالع من المنطقه. هنا جود جود جود، ميديوم جود جود، ده معناه ان الميه بصفه عامه كويسه، ما فيش فيها مشكله كبيره، بدليل ان هو كله طلع في حدود الجود. انا ممكن يطلع عندي مودريت وممكن يطلع بور فيري بور، لما تطلع كلها جود يبقى الميه بحاله جيده. ازاي اختار البرامترز؟ انا قلت قبل كده لما بعمل الاستكشاف الاول بقدر احدد ايه البرامترز المؤثره. في البحيرات الحاجات اللي تاثر على الاتروفيكيشن اللي احنا اتكلمنا عليه مهمه، اللي هي التوتال نيتروجين، التوتال فوسفورس، النيترات، النيترات دي لو انا هعمل ووتر، هعمل ترافيك اندكس او هدرس الاتروفيكيشن، وده دايما مرتبط بالبحيرات، فدي كل الحاجات اللي داخله معايا في الاتروفيكيشن وحساباته لازم تبقى بارامترز اساسيه بالنسبه لي. فبرضه اذا كان بتستعمل في الاستزراع السمكي، فبالتالي البيولوجيكال مهمه جدا. اذا كانت هتستعمل في الري يبقى الكيميكال
ومهمه جدا الكيميكال بصفه عامه يعني. حسب البربوس برضو او حسب الغرض اللي انا هعمل منه الدراسه. لو حد هيشرب منها فطبعا خصائص مياه الشرب لازم تبقى في ذهني. طبعا لو انا بعمل مياه شرب بيبقى لها عينات معينه، لو انا هعمل مياه للري بيبقى لها عينات معينه، لو انا بعمل استزراع سمكي هيبقى لها بارامترز معينه هركز عليها. فحسب الغرض من الدراسه برضو بيحدد لي نوع البارامترز. ده تأكيد لكلام اللي شرحناه قبل. الفريكوانسي زي ما قلت ازاي اختار السامبل كل قد ايه، ممكن اختارها سنويا او ربع سنوي او شهريا حسب التغير، اهمية التغير اللي عندي. واشهر حاجة ان انا يا اما اخدها شهرية يا اما اخدها ربع سنوية. شهرية كل شهر، وهنشوف احنا في الأمثلة اللي هنشتغل عليها كل شهر، كل شهرين، كل ربع سنوي، دي بالنسبة للأنهار والبحيرات والبحار بصفة عامة. ده إزاي أنا بختار السائل، إزاي بختار البارامترز بتاعتي اهي 11 بارامتر. لما اشوف الفلورايد اعرف ان ميه الشرب ده، كلمه الفلورايد دي بتهم ميه الشرب، كل ده لما اشوف الفلورايد يبقى انا بتكلم على الحديد، بتكلم على ميه الشرب. الكلام ده بيدخل دايما في الكالسيوم والمغنيسيوم والايرون والفلورايد، ده بيدخل في انا هتكلم على ميه الشرب. طبعا حسب زي ما قلت لو ميه شرب لها حاجات معينه، في حاجات بنتفق عليها زي البي اتش والتربيديتي توتال ديزولفد سوليدز او ديزولفد اكسجين، دي بتبقى موجوده في كل عينات. لكن لما اشوف الفلورايد بعرف لانه ضار بالانسان، فاعرف على طول انا بتكلم على ميه شرب. برضو دي فاريبل، انا ازاي بختار الفاريبل، وايه اللي لو انا عندي مثلا الاسيديفيكيشن ظاهره التحمض انا محتاجه اقيس ايه، البي اتش والاتصال. عايز اتكلم مثلا على مركبات النيتروجين، الأمونيا والنيترات النيتريت، لا عايز أتكلم على الفوسفور، عندي الفوسفات اللي موجودة في الأسميدة. في حاجات ملهاش عناصر زي اللون زي الحرارة، المعادن، كل دي معادن، كل دي معادن. كل دي معاد البيستيسايدز في الميه اللي هي الاسمده، مركبات الاسمده في ليست معينه ممكن تبقى نرجع لها عشان اعرف كل المركبات اللي بتاكد وجود البيستيسايدز. الاورجانيك ماتر احنا اتكلمنا عليها كده، برضه في ليست معينه اقدر اطلع منها. لازم يكون مثلا كتالوج او مجرد شيء بيقول لك لو انت عايز تركز على كذا هتقيس يعني ايه الالتوريشن، ايه الاهتمام بتاعك، هتركز على ايه، عندك 15 حاجه ممكن تكون محل اهتمام. كل واحده من دول لو هتاخدها هتحتاج تاخد القياسات دي، ودي حاجه بتساعد بعض الاكواد، بعض الاكواد اللي احنا شرحناها قبل كده بتدي الكلام ده، الاكواد المحليه والعالميه بتقول لك لو انت عايز تعمل مونتج بروجرام ومهتم بكذا يبقى محتاج تقيس كذا وكذا وكذا. دي عمليه مساعده للناس
هتعمل مودرنج، بس انت لو انت فاهم كويس الموضوع ده انت ممكن تحدد من نفسك ايه اللي هتيجي. الجيل فاريبلز اللي احنا اتكلمنا عليها، طب بعد كده يعني ما تطلع هتطلع ازاي؟ هنشوف بقى النتيجه. دي مثلا النيترات، ودي number of monitoring points، عندي عدد النقط اللي بقيس عندها 723 نقطة، وده الرينج بتاعها متقسمة حسب الرينج. الأقل من واحد أعلى حاجة، وده معناه إن هي كويسة، الجودة بتاعتها كويسة، من واحد لعشرة أقل، كل ما زادت التلوث أو النسبة، كل ما قلت الكمية أو النسبة بتاعتها، يبقى ده معناها انها بصفة عامة مثلا المادة الجودة بتاعتها كويس. نفس الكلام هنا، ده البارامتر، ودي المحطات اللي بتاخد عندها ديل ستيشنز، وده التركيز بتاع البارامتر هنا. في المحطة دي قليل، المحطة دي أكتر، وبقدر أطلع القيمة بحيث أنا عندي الستيشنز قلنا ممكن تكون عند نقط تغير، نقط تلوث معينة، نقط ما فيهاش تلوث خالص، فده بيجي التغير لبعض البارامترز بنلاقيها مختلفة، كل ستيشن لها قيمة مختلفة، بحيث أقدر لو أنا حبيت أمثل البارامتر الواحد على كل الستيشنز أخدها، أو أمثل عند زي هنا، أو أجيب عند الأربع فترات أو على عدد شهور السنة أمثل البارامتر عند كل ستيشن، يا إما أخد الزمني كله، إما عند زمن معين أو وقت معين أخد المكاني كله، التغيرات المكانية كلها. ممكن أمثل بشكل البار، وممكن أمثل بالشكل الخطوط المتكسرة بالشكل ده وبالشكل ده. انا عندي هنا الرسمه دي بتمثل قياسات الجي او، السي او دي، السي او دي الامونيا، التوتال فوسفورس، وده التركيز بتاعي، ودي الستيشنز اللي بتتاخد عندها، كل دي ستيشنز، فانا عند النقطه الواحده او عند الستيشن الواحده باخد الاربع نتائج دول. المنطقه دي بتقول ان انا في المسار ده دي على ليه؟ دي لبحيرة، دي الساوث اريا، الميدل اريا، النورث اريا، المنطقة الجنوبية الوسط الشمال، وده المخرج الليك اوت ليت، المخرج بتاعي او البغاز بتاعي. دي توزيع الستيشن، ده اللي انا بطلع بيه في الاخر، يا اما شكل كيرفات او خطوط بتوصل بين نتائج بعضها، يا اما بار بيوديني نفس النتائج. ده بعد ده بنسميه تمثيل للنتائج، انا ما عملتش اناليسز، انا عملت تمثيل بس. لو حطيت الحد البرميسيبل بتاعي اللي هو رسمت بقى الخط اللي بيقول اقصى قيمه كذا، الحد الادنى كذا والحد الاعلى كذا، يبقى انا كده هبتدي اقارن بالمواصفات العالميه. ابتديت اطلع مؤشرات كده، ابتديت اعمل اناليسيس فعلا. يعني انا بعد ما اطلع الداتا من المعمل ومن الفيلد بالقيم زي اللي احنا شفناها، انا اديتكم كذا سامبل، هتطلع عندكم النتائج شكلها عامل ازاي، يا اما رينج يا اما قيمه، هو كل شهر او كل اربع شهور كل همثل بالطريقه دي باي شارت او بروكن شارت بالشكل ده. ده مثل حقيقي الاريا ستادي، النقط الحمراء، الدوائر الحمراء دي الستيشنز، الستيشنز بتاعتي. الالوان بتمثل الطبيعه بتاعت المنطقه، اذا كانت دي ريزرفوار ولا ريفر، بالالوان اللي هي موجوده في الخريطه بتمثل المنطقه بتاعتي، نوع المياه فيها ايه، نوع المياه اللي انا بعمل فيها الرز. الترقيم من
الأول واحد اثنين ثلاثة وهكذا لحد 23 تقريبا، لا 29 كمان، لا لحد 23 ستيشن متوزعة على المجاري المائية اللي موجودة في المنطقة كلها. الحتة دي هنا فيها بحيرة، المنطقة دي فيها بحيرة، الباقي أنهار. كل دي على مجاري كلها مياه سطحية. فأنا لما حددت الستيشنز حدد عدد المرات، بعد كده هنزل ابتدي اخد القراءات بتاعتي. المونيتورنج المكاني بنسميها سبيشال، سبيشال ووتر كواليتي بروجرام، اللي هي بتمثل البلاي ستيشن اللي هو الرصد المكاني. البلاي ستيشنز والستيشنز دي يا اما ترقم 1 2 3 4 يا اما تسمى باسم المنطقه اللي فيها. يعني لو دي اسمها المحله تبقى المحله، دي اسمها قطور تبقى قطور. يعني محطه قطور، محطه المحله ممكن اسميها باسم المنطقه. لو هم كتير ومتقاربين ممكن بقى اسميه ارقام 1 2 3 4 وابقى معايا على جنب كل واحده دي موقعها فين والاحداثيات بتاعتها او خطوط الطول والعرض بتاعتها عند المنطقه على جنب، ابقى عارفاها يعني بالنسبه للخط وهكذا. اخدها كل واحده كم مره، ممكن محتاجش اخد كل ال 23 دول كل شهر، ولا ممكن حاجات معينه اخدها كل شهر، حاجات معينه اخدها كل 3 شهور، حاجات معينه اخدها مره واحده بس، انت برضو اللي بتحدد. فانا عندي 23 محطه ستيشن. التوزيع على المسطح بنسميه توزيع مكاني، بالانجلش اسمها سبيشال مونيتورنج. التوزيع على الزمن اللي هو التكراري بنسميها تمبورال، تمبورال اللي هو التغير مع الزمن. يعني عند نفس الستيشن انا هقيس كم مره، هكررها التكراريه بتاعتها كم مره، 10 5 2 مره، دي بنسميها تمبورال اللي هو التغير الزماني بعدد مرات القياس عند الستيشن الواحده. التغير المكاني اللي هو السبيشال اللي هو عدد محطات الرصد واماكنها اللي انا باخد عندها القياسات، والكلام ده مهم جدا تعرفه بالانجلش وبالعربي. واحده ثانيه نفس الكلام، الدوائر دي النقط الستيشنز بتاعتي، واللون الازرق بيمثل انهار او الووتر بوديز، والرصاصي بيبين الحدود بتاعت المنطقه. عندي ستيشنز كتير، ده زي ما قلنا برضو ده اللي احنا شايفينه، ده الشبكة دي شبكة الرصد المكاني اللي بتحدد مواقع الستيشنز. الكلام ده حصل في سنة 2014، دي المدة الزمن اللي لازم اذكر السنة اللي اتعملت فيها، لان الملوثات او الجودة بتختلف من سنة لسنة. خدتوا كل قد ايه؟ ده هيبقى البرنامج الزماني، الزمني او التمبورال مونيتورنج بتاعي عند كل ستيشن بقيسها قد ايه. دول 52 ستيشن. دكتور ممكن تعرف السبيشال والتمبورال تاني؟ انا هكتبها دلوقتي، هتيجي ده انا بعرفك عشان هنستعملها كتير. السبيشال اللي هو الرصد المكاني، الرصد المكاني ان انا في منطقه معينه هعمل كم محطه. المحطات دي بنقول عليها شبكه الرصد المكاني، دي الدوائر دي اللي لها اماكن معينه، دول 52 محطه رصد، كل واحده في مكان معين له احداثيات معينه. بنقول على الشبكه دي اسمها شبكه الرصد المكاني، يعني دي الاماكن اللي هاخد منها عينات، وكل مكان زي ما قلت محطه بنسميها محطات ستيشنز او محطات رصد مونيتورنج ستيشن، لها الاحداثيات بتاعتها معروفه او بسميها او برقمها. هاخد من كل محطه كم مره، دي اللي بسميها بقى الرصد الزمني او التمبورال، اللي هو عند كل محطه زي دي مثلا هاخد كل شهر، هاخد كل موسم، كل سيزون، كل 3 شهور،
دي بنسميها بقى الرصد الزمني. عند نفس المحط هكرر عملية الرصد كم مرة، ده رصد زمني. عندي كم محطة هرصد منها بسميها شبكة الرصد المكاني، ودول 52 محطة رصد. واضح؟ أقول تاني؟ لا تمام ده. طيب ماشي. دي هعيد عليها تاني حتى هنبص هنا. لو لاحظنا هنلاقي مثلا المنطقة دي فيها محطات مكثفة، منطقة زي دي قليلة، وهكذا هنا في تكثيف أكتر، هنا في تكثيف أكتر. فأنا ممكن أخلط بين الشبكات الرصد المكثفة اللي هي الإكستنسيف، الإنتنسيف المكثفة، والإكستنسيف اللي هي أقل كثافة، حسب البارامترز اللي أنا عايزاها. نفترض إن في هنا ملوث شديد، مصرف بيصرف، في مصنع بيصرف، في مشكلة كبيرة، من حقي إن أنا أزود عدد المحطات اللي بصد منها عشان في حاجة معينة تهمني في المنطقة دي، والباقي أخليه التوزيع بتاعه عادي. فأنا هنا بجمع بين التكثيف في مناطق وعدم التكثيف في المناطق، عادي إن أنا من وجهة نظري وأنا بصمم أشوف إيه المناسب وإيه اللي مش مناسب. جزء زي ده بحيرات ويابس، من حقي أعمل في البحيرات يعني على حدود المية وجوه المية وجوه اليابس، يعني أخد المية الووتر بادز اللي جوه اليابس واخد اللي على الحدود، واخد اللي بعيد عن الحدود كمان اللي ممكن تكون مأثرة معايا، وهكذا. أنا اللي بختار حسب المشكلة اللي بدرسها أوزع الستيشنز بتاعتي إزاي، بكثافة قد إيه، وفي أماكن فين، بحيث تخدم لي الغرض بتاعي. ده مثلا للأنهار. ده لو أنا عندي نهر، زي ما قلنا النهر بيبقى له بيزن أو ووتر شيد، وبيبتدي من الأعالي. ده نهر وده نهر، على فكرة الاثنين مختلفين. بيبتدي من الأعالي، والأعالي بعرفها إزاي؟ بعرفها من الروافد الكتير دي. الروافد الكتير دي بتجمع وتبتدي تعمل لي مسار النهر لحد ما النهر ينزل يصب في بحر أو بحيرة. وقلنا أنا ممكن يعمل دلتا، ممكن ما أشوف. الروافد الكتير دي سواء في بحيرة أو في روافد كتير، ده بيبقى أعالي النهر اللي بتجمع. عايز اعمل، هلاحظ ان الشبكه كلها على على مسار النهر وعلى الفروع بتاعته، على مسار. طالما محطات رصد النهر يبقى هي اكيد لازم تكون على النهر، ده بصوره رئيسيه. مش هعملها على اليابس، على مسار النهر. نفترض هنا في محطه ميه شرب مثلا هتاخد بعد كده، فانا باخد امام محطه ميه الشرب. نفترض في مصنع بيصرف هنا، اخد عند المصرف او بعده مش قبله، او قبله وبعده عشان اشوف، وهكذا. انا بحدد الاماكن اللي انا عايزه اخد عندها، بس كله على المجرى بتاع النهر وفروعه ورافضه زي ما انا عايزه، بس مش هاخد حاجه في اليابس. بدل ما انا بركز على النهر يبقى المحطات بتاعتي كلها على النهر، والمثلثات الحمراء دي هي دي الستيشنز بتاعتي. دكتور. نعم معانا محاضره مطارات بدات يا دكتور. لما دي اخر سلايد، اخر سلايد خلاص. انا عملت حسابي وابتديت بدري، بس مش مشكله. دي اخر محاضره، لان دي هتبقى المحاضره الجايه. هناخد الريفر والليك بقى امثله حقيقيه بالارقام، لان زي ما قلت ان كل واحده طبيعتها بتختلف، ازاي انا احدد الاماكن. فده مجرد مثال بختم بيه فكره الرصد بصفه عامه، وايه اللي يعني معنى كلمة شبكة رصد أو برنامج للرصد المكاني والزماني. بعد كده هناخد بقى للريفر بنعمل إيه بالظبط، إيه اللي بناخده، بنختار إزاي. هنبتدي ناخد بقى الحالات ووتر باديز، مش كلام عام بالشكل ده. نفس الكلام ده نهر أهو، وكل الدوائر دي محطات رصد. أحياناً بيبقى عندي محطات رصد موجوده من الاول، زي محطات رصد اللي هي المربعه دي، وعايزه ازود محطات رصد محطات اضافيه، فبدل ده رمز وده رمز، بقول والله انا عندي المحطات دي بس عايزه اكثف ازود المحطات شويه، فبعمل محطات جديده اضافيه. وبرده هنلاقي انه المحطات كلها على مجرى النهر وفروعه، وما فيش حاجه في اليابس خالص.
هو الكلام ده ان شاء الله احنا هنعيده المره الجايه، دي كانت امثله بسيطه بس. هنبتدي ناخد، كنت عامله مثال على كل واحده، هقول بس الامثله على ايه بس مش اكتر يعني. ده نهر، ده مثال لنهر، ده مثال لبحيره، ده مثال ويتلاند زي ما قلنا السبخات واللاجونز، ده مثال لكوستل، دي كده ده مثال لإستري، ده مثال لجراوند ووتر. ودي المراجع اللي انا شغاله منها، ويا ريت تاخد بالنا انه في الاخر في الريفرنس الستاندرز اللي قلت لكم عليها المره اللي فاتت المحاضره، وانا خدت بالي ان هي موجوده في المحاضره دي عشان الناس اللي عايزه تشوف الستاندرز الاي اي اي اللي هو جهاز شؤون البيئه او الاوروبي او الامريكي او اليو اس جي اس اللي انا اتكلمت عليه، كل ده انت لو كتبته على النت هيطلع لك اللينك بتاعه وهتخش تشوف كل الحاجات اللي انت عايز تعرفها جوه. فانا موجوده هنا بالاسم وبالرموز بتاعتها، انا قلت المره اللي فاتت في اخر المحاضره بس هي طلعت في اخر المحاضره دي، المراجع اللي انا اشتغلت منها لان الموضوع ده كبير جدا حطيتها في اخر المحاضره، وانا هحاول من المحاضرات الجايه برضو يبقى المراجع اللي بشتغل بيها، لان هو ده الووتر كواليتي الحقيقي من اول المونيتورنج. الاول كنا بس بنعرف واحنا هنعمل ايه بالظبط، ايه البارامترز، إيه التلوث بيجي ازاي، الكلام العام ده، لكن من اول المحاضره دي ده بقى بدايه التنفيذ، اني اصمم برنامج وابتدي اخد عينات وارصدها واختبرها واحللها وابتدي اعمل ريبورت عليها، وهو ده اللي هنقعد نشتغل فيه ان شاء الله من دلوقتي لحد ما نخلص. هو الميد ترم اتحدد ولا لسه؟ تمام. 22/5 يا دكتور. 22/5، طيب ان شاء الله نكون يعني عملنا حاجه تستحق نعرف نعمل عليها امتحان يعني. السكشن تمام. السكشن اللي هيبقى في الكليه المره الجايه امتى؟